مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري المحلي، والبدايه بالقطاع الفلاحي، حيث اكد مدير تعاونيه الحبوب والخضر الجافه بفرنده ولايه تيارت قصير نصر الدين ان مردوديه المحاصيل الزراعيه ستعرف تراجعا بمختلف مناطق الولايه عن المواسم السابقه، حيث انتقلت عدوى تضرر المحاصيل الزراعيه الى مناطق الجنوب الغربيه للولايه. ديار بن داود. فيما يخص توقعات جمع المحاصيل هذا العام، توقعات ناقصة مقارنة مع الموسم الماضي، والأسباب راهي معروفة. في أول الأمر كان السبب تاع الجفاف اللي دام ما يقارب 3 أشهر، وفي الآونة الأخيرة زاد لها سبب الجليد الليالي الباردين، هذوك أثروا بدرجة كبيرة للمحاصيل اللي لحقت المراحل تاع ليبيزون تاع تسبل النبات. بإشراف إطارات مؤهلة بوسائل وتقنيات حديثة ولأجل معرفة مدى جاهزية عناصر الحماية المدنية من مواجهة أي طوارئ طبيعية، عمدت الحماية المدنية لولاية جيجل إجراء تدريبات لزلزال افتراضي، حيث سخرت له المديرية الولائية للحماية المدنية ما لا يقل عن 100 موظف من أعوان وإطارات على شكل قول فرق للإنقاذ والإسعاف الطبي. أيمن عبد الرحيم رصد لنا التالي. الهدف منه هنا هو تكوين الأفراد على استعمال مختلف طرق الإنقاذ، وحنا كما رانا هنا في طريقة الإنقاذ مختلفة نستعملنا هذه التقنية لي دوزيشيل باراليل، السلالم المتوازية. وقد تم تجنيد 100 عون بمختلف الرتب خلال هذه العملية. الهدف الأساسي من هذا التجمع هو الحرص على استمرارية جاهزية التعداد والعتاد تحسبا لأي طارئ. استطاعت المرأة بعد التحدي الأول المتمثل في التحاقهن بصفوف مختلف المصالح الأمنية والوقوف بجوار الرجال، ها هي اليوم وفي حلة جديدة لها تدخل عالم عون الأمن الداخلي والعينة من الإقامة الجامعية لغردايا، مع عاصم بخاري وشاهين الزيزي. في خطوة مثيرة اقتحمت عدد من النساء عالم عمل الرجال، ولبسنا بذلت أعوان الحراسة للعمل في المناوبات الليلية في الإقامة الجامعية الخاصة بالبنات بولاية غردايا، ليتزاوج لباس الأنوثة مع الزي الرسمي للرجال. خدمة عادية في الليل، هاكي لي زاجون هان في الباب، وحنا هنا ندورو على البنات كش ما خاصهم، كش ما كاين بروبليم، كش ما كاين كش ما يحتاجوا حاجة، عندهم بروبليم ولا كش حاجة يجيو عيطوا لي، عندهم مريضة تاني عوضا باش نروحو يدخلوا الرجال في الإقامة تاع البنات نروحو حنايا. مريم وزهرة وأخريات اخترنا هذه المهنة الشريفة لحراسة الطالبات الجامعيات لضمان راحتهن وأمنهن. درك عندنا نحفظوا آلات بلا ما يدخلوا لنا رجال، شغل في حالات ايرجو كاش ما وحدة تطيح دايخة ولا حاجة، شغل نسير في داخل من الرجال. كي يكونوا دايرين فرقة ولا حاجة يجوا يزهوا معانا يتونسوا معانا، رانا دايرينهم كي خاوتنا، حتى كي يكونوا مشاكل بين بنات ولا حاجة ما يكونوش داخلين الرجالة، يجوا هما يصالحوا بيناتنا. التجربة نالت استحسان الطالبات الجامعيات، خاصة وأن ولاية غردايا منطقة محافظة، ما سهل عملية التواصل بين النسوة وفرض الصرامة اللازمة داخل الإقامة لتطبيق القانون الداخلي عليهن.